إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ومغفرته أن يجيرني وإياكم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن خصوم الإسلام إذا أرادوا أن يطعنوا في هذا الدين وأن يطعنوا في هذا الإسلام جاءوا إلى جزئية من جزئياته فنفخوا فيها وجعلوها علة وجعلوها سببا من أجل أن ينفذوا ويطعنوا في الإسلام. فالذي يريد أن يفهم الإسلام لا بد أن يفهمه فهما كليا عاما شاملا، لا يأخذ بجزئية من جزئياته، ويقع كما وقع طوائف كثيرة وفرق كثيرة انتسبت إلى الإسلام، أخذوا بعض آيات أو أخذوا بعض أحاديث، وتركوا بعض آيات وتركوا بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شطط ووقعوا في خطأ كبير وعظيم. والذي يريد أن يدافع على الإسلام لا بد له أيضاً أن يفهم الإسلام فهماً كلياً عاماً شاملاً حتى يستطيع أن يدافع عن هذا الدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سبباً وأن يستخدمنا لنصرة دينه ونصرة إسلامنا. الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى في هذا الدين إذا أراده شيئاً في كتابه حكم حكماً كلياً عاماً شاملاً، فجاءت السنة ففسرت وفصلت هذا المعنى العام والشامل، ثم جاء علماؤنا ففسروا ذلك ووضحوه أفضل بيان وأفضل عمل بما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. منظومة متكاملة كعقد لؤلؤ اجتمع عليه أكثر من 1000 صائغ، فلا ترى شذوذ في لون خيطه، ولا ترى شذوذ في عقده، ولا ترى شذوذ في تركيب زره، ولا ترى شذوذ في لبسه، ولا ترى شذوذ في طعمه، ولا ترى شذوذ في ريحه. لله ما أعظم الإسلام وما أحلاه. عباد الله، كنا قد تكلمنا عن حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان صدق الإسلام وصدق القرآن وصدق السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من 5 أشياء، ويستعيذ الله أن ندرك هذه 5. فذكر منها صلى الله عليه وسلم الفاحشة التي يعلن بها الناس،
فكان عقوبتهم أن تظهر فيهم الأوجاع والأمراض والطاعون ما لم تكن في أسلافهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من منع ونقص المكيال والميزان، فيكون ذلك سبباً بالأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الثالث، ألا وهو منع الزكاة فتمنع السماء من المطر، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم تمطر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا الأمر الرابع والذي وقفنا عنده في الأسبوع الماضي، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. انظر معي، عندما كان الإسلام إسلاما وعندما كان المسلمون مسلمون وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقيمون هذا الشرع ويقيمون هذا الدين، سلطهم الله على اليهود لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله. ومعروف عن اليهود أنهم ينقضون العهود، فعندما مر الزمان ونقض المسلمون عهد الله وعهد رسوله رجع فسلط الله عليهم اليهود. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لا تبديل لسنته سبحانه. متى ما التزمنا بشرع الله وتلتزمنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم العهود، اسمع يا عبد الله، ومن أعظم العهود أن تقيم توحيده، أن تكون موحدا لله سبحانه وتعالى، وأن تدعو الناس لذلك. توحيد 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 توحيد، لأن هناك بعض المسلمين من يدعو غير الله، من يستغيث بغير الله، من يطوف بقبر ويجعله ندا لله. هذا أعظم عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على أبونا وعلى ذرية أبونا آدم، أن نوحد الله سبحانه وتعالى وعهد رسوله هي سنته صلى الله عليه وسلم. فمتى نقض المسلمون عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الخامس، فيقول صلى الله عليه وسلم: وما لم يحكموا بما أنزل الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. أمر متبادل بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية، أن يقيم شرع الله وأن تسمع وتطيع الرعية. هكذا هو الإسلام، وهكذا هو ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
وحذر من أمر عظيم. من الذي حذر؟ الإسلام والدين. أن تخوض في فتنة وقعت، أو أن تكون سبباً لوقوع فتنة. انظر حال الصحابة، خير الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين. الصحابة خير الناس بعد الأنبياء. عندما وقعت الفتنة يقول محمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين، يقول: لما هاجت الفتنة وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة الألوف بلغوا 10,000 صحابيا، لم يقع ولم يكون في الفتنة، وكان ذلك اجتهادا منهم رضي الله عنهم وهم أهل للاجتهاد. قال: لم يكونوا إلا 100، ثم قال: بل لم يبلغوا 30. 10,030، وبعضهم من يقول كانوا 20. معنى ذلك أن تكون في منأى، وأن تبعد نفسك وتبعد يدك وتبعد رجلك وتبعد لسانك أن تخوض في فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نخرج على من ولاه علينا. إذا كان من تولي عليك وإن كان ذلك بالسيف، فيقول الحافظ ابن حجر، يقول: وجوب طاعة ولي الأمر وإن كان سلطانا متغلبا. إن أخذ هذا السلطان بالسيف فيجب عليك، بإجماع الفقهاء. ما قال ذلك لا المرجع، ولم يقل ذلك الجامية، ولم يقل ذلك من يلمزونه بالأقوال، إجماع الأمة على ذلك وجوب الطاعة. والله لا أريد بهذا الكلام أن أداري أحد، إنما أريد أن أبين شرع الله، ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو شرع الله. لا كما ينادي أولئك وسيكونون ويقفون أمام الله ويحاسبون على كل كلمة خرجت منهم، يحسبون أنهم إذا تكلموا بالكلمة لا يحاسبون عليه. لا والله، لا يفوت الله لهم همسة همسوها فكانوا سبباً في إراقة دماء المسلمين. الإسلام جاء لحفظ حياة واستقرار الناس، هذا هو الإسلام. فالإسلام دين مصلحة كله، والإسلام دين رحمة كله، والإسلام دين عدل كله. ما أحلى الإسلام وما أعظمه، هذا هو دينك يا عبد الله. جاء الإسلام من أجل أن يحافظ عليك ويحافظ على دمك ويحافظ على استقرارك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمتى يجوز لك أن تخرج على ولي الأمر؟ قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً لكم فيه من الله برهان. كفر بواح صريح، ليس فيه شبهة، وليس فيه قال وقيل، وليس فيه أنه كذا وأنه كذا، ومع ذلك راعى الإسلام المصلحة في الخروج. أن تروا كفراً بواحاً لكم فيه من الله برهان. والله عجبك الخروج، أنت مريض في قلبك، مرض هذا في القلب الخروج، منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر ثم عمر ثم جاء عثمان، ويخرجون في هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقاتل آخرهم مع الدجال. هذا هو نهايتهم وهذا هو مآلهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا.